بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل يرغب في سؤاله ويقول: ما تفسير سورة الضحى وما المناسبة يا فضيلة الشيخ لها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه السورة العظيمة فيها تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي فترة، فحزن صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك. وكان السبب أنه كان في بيته ما جر وكلب لم يعلم به تحت سريره، لم يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل عليه السلام لا يأتيه، جبريل الذي يحمل الوحي من الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تنع من دخول البيت، لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وكان أيضا فيه نمرقة معلقة على فتحة في الجدار فيها تصاوير، رفعتها عائشة رضي الله عنها لتستر بها فتحة الجدار، فامتنع جبريل من دخول بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك. فأخبر بالسبب الذي منع جبريل من دخول البيت وهو الصورة والكلب، فأمر بهما فأخرج، وأمر بالستر فهتك. فجاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه هذه السورة، أقسم سبحانه وتعالى بالضحى وهو النهار أو أول النهار والليل إذا سجى، لأن الليل والنهار من أكبر آيات الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقسم من خلقه بما شاء ولا يقسم إلا بشيء له شأن، وأما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب الذي انقطع به الوحي أزاله من بيته صلى الله عليه وسلم، فعاوده جبريل عليه السلام وطمأنه الله بقوله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك، وفي قراءة: ما ودعك ربك، يعني تركك، ما ودعك ربك وما قلى، يعني وما أبغضك، ولكن هذا له سبب، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. فما أعده الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من رفعة الشأن ومن الكرامة في الآخرة أعظم مما أعطاه في الدنيا. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم ذكر منة الله عليه: ألم يجدك يتيما فآوى، لأن أباه مات وهو في حمل في بطن أمه، فكفله جده عبد المطلب، ثم عهد به إلى عمه أبي طالب فاعتنوا به عناية فائقة. ثم ما ودع ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما
يتيما، يعني قد مات أبوك وأنت صغير، فآوى قيض الله لك من يحميك ومن يربيك ومن يحافظ عليك، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا، يعني لا تعرف الحق، ما كما قال الله سبحانه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضال بمعنى أنه لا يعرف الشريعة الموصلة إليه، وإنما كان يعبد الله على بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ألم يجدك ضالا فهداك الهداية التي هي معرفة الحق والعمل به. لأن الهداية على قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهذه عامة لكل الخلق، كلهم دلهم الله وأرشدهم، منهم من استجاب ومنهم من لم يستجب. وأما هداية التوفيق والإلهام فهذه هداية خاصة بالمؤمنين. ألم يجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا، يعني فقيرا، لأن أباه لم يترك له مالا. ألم يجدك ووجدك عائلا، يعني فقيرا فأغنى، ووجدك ضالا فهدى. فأما اليتيم فلا تقهر، وجه الله رسوله صلى الله عليه وسلم بإكرام اليتيم والإحسان إليه، لأن اليتيم من الذين يجب على المسلمين، يجب على الرسول وعلى المسلمين من بعدها العناية بهم والرحمة بهم وعدم الإساءة إليهم. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. السائل الذي يسأل عن العلم فلا تنهره، ترفق به وأجبه. وكذلك السائل الذي يطلب شيئا من المال لفقره، فإما أن تعطيه إن تيسر ذلك، وإما أن تقول له كلاما طيبا، كلاما طيبا لا تزجره، بل طيب خاطره بالكلام اللين والكلام الطيب. نعم. أحسن الله إليكم. ما الأفضل، يقول السائل عبد المجيد، قراءة القرآن في رمضان في المسجد أو في البيت بالنسبة للمأموم والإمام؟ يقرأ في البيت، يجعل لبيته حظا من قراءة القرآن فيه، لا سيما قراءة سورة البقرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فيجعل من قراءة القرآن، سواء في صلاته بالليل أو تلاوته، يجعل له حظا ليستنير البيت بذلك ويحيا البيت بذلك، فإن البيت يحيا بذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. نعم. الأخت أم أحمد تقول: تواجه بعض النساء ربات البيوت الضغط في العمل في المنزل مما يحول بينهن وبين القيام بالعبادة على الوجه الأكمل في رمضان، الخدمة خدمتهن لأزواجهن، هل يحتسبن في ذلك ويكفي الأجر؟ لا، ما يكفي هذا أن يخدمن أزواجهن ويتركن العبادة في رمضان والتطوع، بل يخدمن أزواجهن وقت الحاجة، وقت حاجتهم، وأيضا يجعلن لهن حظا من الطاعة والعبادة وقيام الليل في المساجد مع النساء وفي البيوت. نعم. يقول السائل عبد المجيد: يا شيخ، هناك إصرار من بعض المأمومين في المسجد على بعض الأئمة من قبل بعض المصلين في رمضان من ناحية عدد الركعات في التراويح وكمية القراءة، فنجد اختلاف بينهم، فما التوجيه الشيخ؟ الإمام لا يخضع لرغبات المأمومين، وإنما يعمل بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح.
النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 أو 13 ركعة، لكنه كان يطيل القيام ويطيل الركوع والسجود. فمن كان يصلي مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فليقتصر على 11 أو 13 ركعة، ومن كان يخفف على المأمومين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف، فإنه يصلي 23 ركعة كما كان الصحابة يصلونها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وفي خلافة الصديق وخلافة عمر بن الخطاب وعثمان والخلفاء الراشدين صلونها 23، لأنهم كانوا يخففون القراءة والركوع والسجود تخفيفا غير مخل رفقا بالمأمومين، ويختمون القرآن في آخر الشهر، يعني يكملون القرآن في آخر الشهر. هذه السنة للأئمة، من كان يطيل القراءة، هذا إذا كان يصلي وحده، قال صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، فيخففون على المأمومين تخفيفا لا يخل بصلاة التراويح، ويصلونها 23 ركعة كما كان الصحابة يفعلون ذلك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يخففون على المأمومين ويختمون ختمة واحدة في آخر الشهر. فالإمام يوزع القرآن على ليالي رمضان بحيث يختمه في آخر الشهر، يعني يكمل قراءة القرآن في آخر الشهر. هذا هو السنة، ولا يحرم الإمام المأمومين أو يخضع لرغبات بعضهم من الكسالى، بل يعمل بالسنة ويخفف على المأمومين، يجمع بين الأمرين ويختم القرآن أيضا، وهذا أمر ثالث. فيجب على المأمومين أن يتنبهوا لذلك. نعم. تخصيص رمضان بدفع الزكاة حيث تحل زكاتي في شعبان، لا بأس بتأخيرها مدة يسيرة، يعني يتحرى بها موسم العبادة ورمضان ليعظم أجره في ذلك، ولأن المحتاجين يحتاجون أكثر في رمضان، فلا بأس بذلك إذا أخرها تأخيرا يسيرا ليدرك بها فضل رمضان ويخرجها في شهر رمضان. نعم. يقول السائل أبو عبد الله، هل من كلمة من الشيخ للطلاب حيث يستفيدون من وقت الإجازة في قراءة القرآن وغيره لأن الإجازة طويلة؟ نعم، المسلم سواء من الطلاب أو غيرهم لا يهجر القرآن، وإنما يكثر من تلاوته بحسب استطاعته، ولا يهجر القرآن، إن هذا من هجر القرآن الذي شكاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن هو ترك تلاوته، وهجر القرآن ترك العمل به، فالهجر يكون بالتلاوة ويكون في العمل. هجر التلاوة بأن لا يقرأه ويتوقف عنه، وهجر العمل به حتى لو قرأه أكثر من، لا بد أن يعمل به ويأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه. وكذلك هجر القرآن يكون بعدم تحكيمه، عدم تحكيمه فيما يختلف فيه الناس في العقائد وفي العبادات والمعاملات، فلا بد أن يتخذ القرآن حكما عدلا يحكم به في الخلافات والخلافيات. وإن ترك واقتصر على أنه يقرأ للرقية أو للتبرك أو ما أشبه ذلك، فهذا من هجر القرآن الذي شكاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. كذلك من هجر القرآن ترك تدبره وتفهمه،
يعني ما هو المقصود التلاوة بالحروف فقط، لا بد من تدبر القرآن ثم هجر القرآن أيضا ترك العمل به، فالهجر أنواع. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول له 3 أسئلة. أولا أستفسر عن تفسير القرآن للقاضي الجرجاني المولود عام 1290 هجرية، وما أفضل الكتب في التفاسير؟ أنا ما اطلعت على تفسير الجرجاني، لكن الجرجاني إمام جليل، إمام جليل، وأما تفسيره فلم أطلع عليه. نعم، وأفضل الكتب، أفضل كتب التفسير، أفضل كتب التفسير ما كان يفسر القرآن بالقرآن أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو باللغة التي نزل بها وهي اللغة العربية. وأفضل التفاسير في هذا وأقدمها تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، حافل في تفسير القرآن بالأثر وبأقوال أهل العلم، ثم تفسير ابن كثير، تفسير جيد، تفسير حافل أيضا لكنه مختصر وسهل، تفسير البغوي الإمام الحسين بن مسعود البغوي، فتفسير البغوي أيضا تفسير حافل ومختصر وعلى منهج أهل السنة والجماعة. وفي عصرنا تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله، فإنه تفسير سهل وميسر ويتمشى مع التفاسير القديمة ومع مؤلفات شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، فهو تفسير جيد وسهل. نعم. يستفسر أيضا عن تفسير الجلالين ولماذا سمي بذلك؟ تفسير الجلالين تفسير مختصر، والجلالين هما جلال الدين السيوطي وشيخه جلال الدين المحلي، فجلال الدين المحلي بدأ بتفسير القرآن إلى أن وصل إلى منتصفه ثم مات، ثم جاء تلميذه السيوطي فكمله إلى آخر القرآن، فسمي تفسير الجلالين، وهو تفسير مختصر وجيد ولكنه فيه تأويل لبعض الصفات، فالذي عنده اطلاع ومعرفة يقرأ فيه، وأما الذي ليس عنده معرفة فيقرأ ما هو أحسن منه. نعم. في الآية يا شيخ كل شيء هالك إلا وجهه، ما معنى الآية؟ أن الله كتب الموت على كل شيء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذه الآية من آخر سورة القصص، كل شيء هالك إلا وجهه، مثل الآية التي في سورة الرحمن، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالباقي هو الله سبحانه وتعالى، وذكر الوجه لأن الوجه هو أشرف شيء، هو أشرف شيء من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. صفاته الذاتية. نعم. ما هو الأفضل لمن يكون بجانب قارئ القرآن؟ هل يسلم عليه ويقوم بمصافحته بعد انتهائه من تحية المسجد؟ نعم. يقول ما هو الأفضل لمن يكون بجانب قارئ القرآن؟ هل يسلم عليه ويصافحه بعد انتهائه من تحية المسجد؟ لا، إذا كان يقرأ القرآن فلا يقطع عليه القراءة، إذا فرغ من القراءة يسلم عليه. نعم. يقول دخل رجل وأنا في مجلس فقام له الحاضرون ولكنني لم أقم، فهل يلزمني القيام؟ إذا كان القيام له للسلام عليه فلا بأس، إذا قاموا يسلمون عليه فقم وسلم عليه، أو كان القيام لخدمته لأنه كبير السن أو ضعيف فيقابل من أجل أن يحافظ عليه أن يسقط ويجلس في مجلسه، لا بأس بهذا. وأما القيام تعظيما له فهذا لا يجوز، القيام تعظيما له لا يجوز، إنما القيام للسلام عليه أو لأجل مساعدته. نعم. ما حكم التصدق على أخي الميت، وهل ينتفع به ويعلم من تصدق عنه؟ نعم، الصدقة عن الميت مشروعة،
الصدقة عن الميت مشروعة، يصل إليه ثوابها إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى. نعم. أخيرا يسأل السائل خالد ويقول: من كان كثير الأسفار بين المدن فهل له القصر وهل يصلي الرواتب؟ إذا كانت المسافة 80 كيلو فأكثر من مدينة إلى مدينة، يعني من مدينته إلى المدينة التي سافر إليها، فإنه له القصر وله الجمع. وإن كان يكرر هذا فهو أحوج إلى الرخصة، إذا كان يكرر فهو أحوج إلى الرخصة ودفع المشقة عنه. نعم. له فقرة مرتبطة بسؤاله الأخير في هذه الحلقة، يقول: يا شيخ، الانتقال من مكان الفريضة إلى موضع آخر لأداء السنة ما حكمه؟ ليس بلازم، يصلي الفريضة ويصلي بعدها النافلة، إلا الإمام فإنه ينتقل من مكانه لئلا يظن أن الصلاة لم تنتهي. نعم. شكر الله لكم الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.